صباح الطموحات والأحلام والفكر السعيد. صبح على صباحك بأجمل وش. عيش وافرح وانسى خالص أحزانك وشوف مستقبل أيامك. جدد أفكارك، روحك، طموحاتك. جدد وما تخافش. كسر روتين أوهامك وخوفك وألامك وعيشها بالسعادة. لا زعل هيرجع اللي فاتك ولا هيحل مشاكلك. خليك إيجابي في حق نفسك. ليه تتنازل عن حياتك وتبيع بالرخيص أحلامك؟ جدد إرادتك هتلقى الدنيا بتضحك في وشك وصباح مليان كله سعادة وأمل وطموح وأفكار وأهم حاجة ثقتك بنفسك. صباح السعادة. وهنرحب بالشيف غادة. اهلا وسهلا يا داليا. شيف غادة معانا النهارده ومقدمه لنا طبعا حاجات كتير جدا واكل جديد جدا وبسيط زي ما عودناكم. وبعد ما رحبنا بالشيف غادة هنلقي النهارده على حالتك مع داليا. الحقيقه زي ما عودتكم ان حالتك مع داليا بتكون فيها ايجابيه، فيها فرح، فيها حاجه حلوه، بس في مواضيع استوقفتني الاسبوع اللي فات الحقيقه ما قدرتش ان انا ما اتكلمش فيها مع حالتك مع داليا. هو يا ترى اعز من الولد ولد الولد؟ طب هو الضنا غالي ولا ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك؟ الحقيقه الظاهره اللي استوقفتني الاسبوع اللي فات اني لما بيجي الطوفان بقينا بنحط الولد تحت الرجلين. يا ماما ياللي تعبتي وحملتي وسهرتي، هان عليكي ضناكي ترميها في النيل عشان هي بس بنت؟ عشان بابا عايز ولد؟ ليه؟ فين الأمومة؟ راحت فين؟ يعني انتي ضحيتي ببنتك ورميتيها في النيل عشان خاطر بابا عايز ولد، اللي هو بابا اصلا اللي مسؤول عن تحديد نوع الجنين ولد او بنت. يعني هو يروح يموت نفسه عشان هو اللي مش قادر يجيب ولاد على فكره، لكن انتي ترمي ضناكي عشان خاطر بابا عايز ولد. وللاسف مش دي الحادثه الوحيده. نيجي بقى لتيتا. يا تيتا، يا ماما ستو، يا نناه، يا ست الكل، يا خالو ياللي قالوا الخال والد، هانت عليكو التعذيب والقهر لحد ما البنت تموت. انا مش قادره اقول اسماء ومش قادره احدد اشخاص، لكن للاسف احنا بقينا في ظاهره ماتت فيها الانسانيه، ماتت فيها الرحمه. بنضحي باعز ما لينا عشان ولا حاجه، عشان مفيش حاجه في الدنيا تخليك تضحي بضناك، تضحي بابنك، ببنتك، بحفيدتك. عشان ايه؟ انتي كنتي فين يا ماما تيتا وانتي بنت بنتك بتعذبيها؟ ضميرك ما اتحركش؟ قلبك ما وجعكيش؟ انا الكلام بيهرب مني من بشاعه الموقف، لكن الظاهره دي للاسف انا ما كنتش حابه اتكلم عليها، بس لقيت اكتر من حادثه اني بنضحي باطفالنا علشان ايه؟ عشان مصالح شخصيه او علشان خايفه ان جوزي يطلقني فانا برمي بنتي علشان هو عايز ولد؟ ليه؟ هو ابنك او بنتك اللي ضحيتي بيها دي هتجيبيها تاني بسهوله؟ انتي بابا فرح كده لما عرف ان بنته اترمت في النيل؟ يعني يا ترى اتبسطت يا بابا؟ هو انت بابا فعلا؟ هو قد ايه
انا ما بتكلمش بقى هنا عن اطفال شوارع ولا عن اطفال مشردين، انا بتكلم عن اسر موجوده وبيوت بتضحي بولادها، بيتعرضوا لأسوأ صور تعذيب إنساني علشان إيه؟ مصالح شخصية ولا علشان نزوات ولا عشان إيه؟ مين هيحاسب؟ مين هيحاسب الأم اللي رمت ضناها في النيل؟ مين هيحاسب تيتا وخاله؟ مين؟ يعني إحنا هندي فرصة إن ده يتكرر تاني؟ باسم الإنسانية، بصفتي كأم، ارحموا أطفالنا، ارحموا الأطفال. احنا ما جبناهمش عشان نعذبهم على فكرة، ولا علشان ان احنا نرميهم ونقهرهم ونضربهم. النعمة دي ربنا ادهلنا غيرنا مش لاقيها. ياللي رميتي بنتك في النيل في غيرك يتمنى دفارها. يا تيتا ياللي عشان تداري على جريمة ابنك عذبتي بنت بنتك لحد ما ماتت، في ربنا هو المنتقم الجبار. لا عزاء للإنسانية ولا عزاء للرحمة اللي ما بقتش موجودة في قلوبكم. بطالب بأخذ كل الإجراءات عشان نجيب حق الولاد دي حتى لو من أمه. وفي نهاية الفقرة اسمحوا لي أقف دي أحداد على روح ضحايانا من الأطفال اللي راحوا ضحية التعذيب الأسري. البقاء لله. فاصل وراجعين، استنونا.